يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها ضريح أو مقام لأحد الأموات، سواء كان القبر داخل المسجد أو في الخارج؟ جزاكم الله خيرا. لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور التي تسمى بالأضرحة، لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تصلوا عندها. وفي حديث: لا تصلوا إلى القبور. فلا يجوز الصلاة عند القبر لأنها وسيلة إلى الشرك، والنهي يقتضي الفساد، فأنت صليت صلاة منهيا عنها، وما دامت منهيا عنها فهي غير صحيحة.